بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وفي صحه جيده. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله اليوم حاجه حلوه، راح يكون مقروط السنيوه. كنت درته معكم في قناتي الاولى والثانيه، ولكن كنت درت حشو البقلاوه فيه، ما كنتش درت بالغرس ولا بالتمر. هذا ما راح حبيت ندير لكم بالتمر، لانه كانوا بزاف ناس سقساو على النوعيه اللي تندار بالتمر. يعني كاين ناس ما يقتنعوش لما تقولي لهم مقروط وما فيهش التمر. هي الاكل اذواق، على هذا راح ندير لكم اليوم ان شاء الله. عندي راح نبداو بالمقادير. هنايا عندي اول حاجه السميد، يكون 3 كيلات. 3 كيلات سميد يكون رفيع. انا اخترت النوعيه العادي ماشي المتوسط، ولكن الناس اللي يحبوا المقروط تاعهم يجي هذاك اللي الحبيبات هكذا تجي واضحه فيه. هنايا ديروا يكون سميد متوسط. وعندي كيلة من السمن، يكون ذايب، يكون بارد طبعا، ولكن انا هنا مشي الكمية كامل سمن. درت حوالي، انا خليت 2 صباع ما كملتهمش سمن وكملتهم بالزيت. هنا عندي شوية تاع الملح، حوالي ملعقة صغيرة مش معمرة مليح، وملعقة صغيرة من الفانيليا. راح نبدأ بسم الله، نحط هنا نبدأ بالدقيق. هنا نهضر لكم على الكوب. انا هذا الكوب تاعي سعته 250 مللتر، يعني عندي حوالي 250 مللتر هنا من ليدام. هنايا الكوب هذا بعد ما عمرته بالدقيق هذا بالسميد، جاني الوزن تاع السميد 220 غرام. باه الناس اللي يحبوا الميزان بالضبط. هذه هي، نحرك هذوك. راح نزيد بوك ليدام، يكون بارد البنات. بسم الله، نحاول درك نبسس الخليط تاعي ولا السميد هذا، نبسسو مليح ونحكوه بين يدينا، ضروري هذه العملية البنات. هنا اذا في حالة ما اذا استعملتوا السميد المتوسط تزيدوا نصف الكيلة تاع فارينة، هكذا يجيكم متماسك، يعني ما يجيش بزاف يتفرتت. هذا نشوفو انا بدلت صراحه، قلبت القصعة هذا واش يخرج عليا، بديت نحك في الطبسي هذا كنت تروحيني نلعب. المهم تبقاو تحكوا فيها حتى تحسوا بها وكانها تشمخت، لما تشكلوا هكذا كوريه يعني غير تلعبوا بها هكذا فقط، مش راح تتفرتت معاكم. هاي تقعد كوريه متماسكه. هنايا راح نجيب عندي ماء زهر حوالي نصف كيلو، عندنا ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى، ملعقة صغيرة مش معمرة مليحة، ندخلها الأول ومن بعد نبدأ نلم بالماء. شوف هنا تبان لكم ملمومه لاباس عليها، حطيت غير نص كيله، هاي تبان ملمومه، لكن السميد راح يشرب. على هذه راح نخليها هكذا على الجنب، نخليها واحد 10 دقائق هكذاك تريح، ومن بعد نشوفها تشربت نزيد لها نكمل نلمها بشويه تعمل واحد اخرين. اذا هاولك هنا بعد ما خليته تشرب شويه، شوفوا هنا فيه يجي يرجع مفتت وكاننا ما شربناش. راح نزيد نكمل نلمو ولكن بالماء فقط. زدت عمرت نص كيله تاع الماء، الاولى كانت نص كيله ماء زهر ودوك نص كيله تاع ماء عادي. بسم الله، نروحو غير بشويه حذاري ما يجيكمش جاري. الآن يكفي عليه، هاولك
ما كملتش النص كيلة هذيك، يعني كلش خذيت لي كيلة غير الربع. هايلك نص كيس خذيت، خدمت منه غير بنص تاعو برك، يعني كلش قلنا كيلة غير ربع تاع السوائل. هذه هي راح العجينة هذه نقسمها على اثنين. خدمتها ديجا هذه التمر او الغرس تاع البطانة باش يكون صادقة معكم، احسن نوعية للحلويات التقليدية. هايك كنت جبها لي زوج تاعي، نقيتها، راه الطريقة تاع التنقية تاعها والتنكيه طريقة. اذا هنا البنات اسمحوا لي فقط قطع لي الفيديو. بعد ما قطعت العجينة او قسمتها على اثنين، الجزء الاول هايك حطيته في السنيوة هنا اللي كنت دهنتها بالزبدة، واني نطرح فيه بيدي. الغرس هنايا ضروري تكون قد الكميه تاع العجينه، ولكن كيما تحبوا. الا ما تحبوش كميه كبيره تاع الغرس نقصوا منها، انا تاعي جاتني شويه كبيره نقصت منها. هذا ما كان قلنا نطرحوها هنايا هذه الطبقه الاولى، هذا غير بيدينا برك طريه العجين. اذا هاولك هنا الطبقه الاولى بعد ما اطرحتها، راح نجيب هنا ورق الطهي نحاول القياس تاعو نقيسو يكون قد السطح تاع البلاطو هكا بالضبط. شوف تقريبا نفس السطح، عفوا نحي هذا البلاطو ونجيب الغرس دوك تاعي ونطرحها. راكم تشوفوا راح نجيب السنيوة من هكذا من هكذا. شوف جات بالضبط ندير فيها لهنا منين ما لحقت ليش الغرس، رغم انهم يعني هذوك جايين على الطرف مي مش بزاف. على فكره بالنسبه للتمر راني نسيت ما قلتلكمش، كنت عجنتها بشويه تاع زيت وزبده، يعني ملعقه كبيره والله ملعقه ونص تاع زبده. ضروري تعجن بالزبده باش تجيكم اطريه وشويه شمختها بشويه ما زهر. هذه هي باش تجيكم الغرس تاعكم تذوب في الفم. هكذا راح نجيب الطبقة الثالثة ونطرحها هنا بنفس الطريقة. ونضغط لها شويه على الطرف، يعني نسكر العجينة هذيك. هاكم شفتوني كيفاه درتها، يعني هذو الاخطاء نوقعو فيهم كامل. هذه راح نقطعها درك. اذا انا التقطيع عندي هذا المول العاديه تاع المقروط، راح نجيب ونطراسي بيه نخلي له هنا على الطرف زغبة هكذا. دايما يجيو هذوك الاطراف ناشفين ولا ميلين ولا مخصوصين تمر ولا شوف هكذا نطراسي برك. بسم الله مي جوست نطراسي هذا ما يهمناش هنا، يعني انا راح هاك شوف نفوت على الطراس هذيك
نقطع الحبيبات تاعنا. اول حاجه قلنا نطراسي ومن بعد بانوليو نهبطو حتى لتحت، نتبع الاثار تاع المول هذاك. اذا هنايا انا بديت ديجا ننقش، درت شويه تاع فرينه باش ما تهزليش العجينه في النقاش، وديروا اي شكل حبيتو. انا راح ندير ثلاث اشكال، هذا مكان هذا هو النقش بهذه الطريقه، ولكن الديكور انا بما انها راهي محشيه بالتمر او بالغرس راح نخلي الديكور نديرو بالغرس. هذا هي، بسم الله. اذا نشوفوا هنا هاي لك، بعد ما كملت نقشت الحبات لكل وحده كيفاه نقشتها، نتوما كيما تحبوا. هذو هي راح ندخلها دوك فرن يكون سخون من قبل. شوف درجه الحراره من 180 حتى 200 درجه، يعني الفرن اللي يكون في الاصل تاعو سخون، يعني لما ديريه 180 درجه يكون كانه بدرجه الحراره تاع 200 درجه، يكون سخون بزاف. هذاك الفرن ديريه 180 درجه، لكن الفرن تاعك تعرف فيه ماشي سخون بزاف ماهوش يسخن بزاف، ديريه 200 درجه. هذه هي المهم، يكون الفرن ميكونش بارد بزاف. ندخل المقرط تاعي عفوا، نطيبو نشوف الحمار الحراف هذوك بداو يحمروا وشعلوا، ياخذ لي تحميره من الاعلى ان شاء الله ونرجع لكم. شوفوا هنا هاولك، بعد ما طيبته خذا هذا اللون ذهبي خفيف لو تلاحظوا. هنايا من جهه اخرى كنت وجدت هذا الورود، انا غير بالغرس هذيك اللي قعدت لي طرحتها، عاونت بشويه تاع الفرينه وقطعتها بقالب تاع الزهره. هذا بالطريقه هنايا عندي العسل لي حوالي 350 مليلتر، نعطي لكم بالضبط راح نشرب. العسل طبعا يكون بارد والمقروط يكون سخون. بسم الله، هذا من خرجته. هكذا راح نخليها حتى تتشرب لي بشكل جيد، ومن بعد بها نحط هذوك الازهار نزين بها. اذا هذا هو المخروط تاعنا هنا بشكله النهائي لما قطعت الحبيبات بعد ما تشرب لي طبعا العسل مليح. قطعت هذوك الحبيبات، شوفوا هنا شكلهم كيف يكون ديكور كما شفتوا، يعني خذيت لي نعت لكم الورديت هذوك زيد لهم حبه عقاش. هذا هو، شوفوا في البنه يخرج لكم هايل ما شاء الله. ياك شفتوني خدمت بالسميد العاديه تعكسها النوعيه تاع السميد. الاخوات اللي يطلبوا انا خدمت بن حمادي العادي تاع 10 كيلو هذيك اكسترا، هذه هي لا متوسط لا خشين لا حتى حاجه، السميد العادي هذه هي. ويخرج لكم هايل، ما يخرج لكمش ذاك المقروط اللي يتفرتت بزاف وما تقدروش تهزوا الحبه، يعني صدقوني يخرج لكم رائع. راح نعطيكم القوام تاع حبه، شوفوا هنا هاك، شوفوا الطبقه تاع الغرس كيفاه. بسم الله، شوفوا شوفوا قوامه. هنايا الغرس تجيكم طريه طريه، ما تخمموش عليها خلاص خلاص. شوف هاي لك طريه اكثر من السميد، هاكم تشوفوا، يعني خرج لكم واحد المقروط هايل. شوفوا كيفاه معسل. هذو للناس اللي ما يحبوهش بالحشو تاع البقلاوه، هذه هي. اذا هذا كلش بالنسبه للقياس تاع السنيوه، طبعا تحتاجوها باش تجيكم يعني الارتفاع هذا، ها ولا تشوفوا الارتفاع تاع عين الحبه لا باس بها. السنيوه القياس تاعها 30 سنتيم على 24 سنتيم، هذه هي باش تعطيكم هذا العلو. هذا الكيل تاع الكوب هاكم شفتوه سعته 250 مللتر، يعني راهي. وبالنسبه للتمر هنا خذيت، المهم قلت لكم شوفوا على حسب الكبر تاع العجينه تاعكم، يعني قيسوها على حسب الكبر تاع العجينه، ولكن اللي حبيته بالجرام انا خذيت حوالي 600 جرام تاع التمر. هذا هو كل شيء، وصفه هايله البنات، بما اننا رانا مقبلين على الشهر الفضيل ونحتاجوا احنا بزاف الحلويات هذو المعسله في الصحراء مع اتاي، يعني جربوه ما تندموش
ان شاء الله. طبعا مناسبات الاعياد مازال جايين، ربي ان شاء الله يدوم الفرحه للجميع. في اخر الفيديو كما دائما نقول لكم البنات ما تنساونيش بجام وكومونتير، والاخوات اللي دخلوا للقناه جدد نرحب بهم ونقول لهم تنساوش طبعا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس هكذا باش توصلوا كل الفيديوهات الجديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.